لأول مباراة عندنا الزمالك وإنبي، بداية رأيك في ما شاء الله ما بنحسدش يعني مسلسل اللا هزيمة للزمالك، يعني لو تحسب ماتشات الزمالك كلها سواء الجزء بتاع السنة دي أفريقيا مش عارف إيه أو حتى ختم ماتشات قبل بالظبط بدون هزيمة حاجة وعشرين ماتش؟ عدد كبير من ما شاء الله. من وجهة نظرك أعتقد ديت يعني زي ما قال المجدي إن استغل فترة الإعداد بشكل كويس جدا، الدوافع الكبيره ان هو بطل الدوري وان هو اول مباراه بيلعبها اللي يدافع عن بطولته مهمه جدا التواجد، عشان كده دايما مباراه انبي مع الزمالك دايما فيها نديه. اولا ترفق كابتن حلمي طولان احد ابناء نادي الزمالك، له خبره كبيره جدا في التعامل في مثل هذه المباريات، في فرق كبير جدا حتى بين الكواليتي بتاع اللعيبه في انبي واللعيبه في الزمالك، لكن تحس المباراه فيها نديه جدا، تحس ان كابتن حلمي في انبي مكتشف نجوم صغيرين، ويمكن ده السياسه اللي بتنتجها انبي في الفتره الاخيره، بيعتمد على الولاد الصغيرين من قطاع الناشئين، وانت عارف ان هم عندهم قطاع ناشئين كبير جدا جدا وولاد ودايما بيطلع علينا مجموعه من المواهب. كابتن حلمي اعتقد ان هو واخد على عاتقه ان يخرج المجموعه اللي زي دي. تحس في المباراه ما فيش يعني الولاد مش هايبين الموقف انبي، رغم ان الزمالك فيه فوارق لو انت تبص للتشكيله بتاعت الزمالك وتشكيله انبي، لا التشكيله يعني الزمالك اولا فيها ثبات بتدي مدلول للكلام اللي انت بتقوله ان سلسله الانتصارات المتتاليه من ساعه ما جه كالتيرو عمل حاله في الثبات الفني، في نتائج متصاعده، في تحقيق بطوله كانت غايبه عن النادي، حلم كبير جدا جدا، ففي ثبات في التشكيل. نعم. بعبد الشافي، بأبو جبل، في عبد الشافي، محمود علاء، الونش، وكلها لعيبه دوليه. مسلوسي مع تاني سنه، حمزه يعني ابتدى يؤدي مردود كويس في مكان كان الزمالك بيعاني فيه بشكل كبير جدا في الحته دي. صحيح. كان في تذبذب في المكان ده، فابتدى يبقى في ثبات في الحته دي. توظيف امام عاشور، وانت عارف امام هو احد يعني ولادي اللي انا كنت معاه في الحرس وكان بيلعب، واصلا لعيب طرف. تاخده من المحل انت. بالظبط كده. كون ان هو يتوظف في المكان نص ملعب المدافع او الثمانيه، طارق ياخد الواجبات الدفاعيه بشكل كويس جدا، وامام يبقى هو اللعيب اللي دايما بيزيد من تحت لانه عنده القدرات الهجوميه ديت، ويتوظف المكان ده وينجح، عطى اضافه ويمكن عوض بشكل كبير جدا غياب او بعد سياسي عن التشكيله الرئيسيه لما رحل عن صحيح عن الزمالك. بن شرقي بيقدم مردود كويس جدا جدا. يوسف اوباما عامل ربط كبير جدا جدا في التشكيله ديت. كمان زيزو، عاوز اضيف لزيزو صراحه يعني اطراف نادي الزمالك من الاطراف القويه جدا جدا اللي هتعمل لها حساب. سيف الجزيري ابتدى ينسجم في المكان ده، رغم ان انا لو بتسالني عن رايي الشخصي هو اصلا طرف اكتر من هو سترايكر، لكن هو بيأدي فيها بشكل كويس جدا. اولا لان كارتيرون بيحتاج فيها سرعات وهو بيأدي فيها، فخط هجوم نادي الزمالك من الخطوط من الخطوط اللي انت تخشاها، رغم ان المباراه كانت متوقعه ان هي تكون في اتجاه نادي الزمالك اكتر، لكن الولاد الشباب بتوع انبي صراحه عطونا مباراه جيده. لا كانوا رائعين.